تماما عن ارادتي، كان صعب جدا. طبعا انا برحب بيكم جميعا وسعيده قوي بوجودي اصلا على ارض اكاديميه الفنون اللي انا بنتمي ليها، واللي دايما يعني بتباهى وبفتخر ان انا خريجه اكاديميه الفنون المسرحيه، المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل والاخراج. برحب طبعا بالاساتذه الكبار. اولا ارحب بصديقتي العزيزه جدا وزميلتي، احنا زملاء، احنا دفعه واحده او بينا دفع ثلاث دفع ثلاث ايام حبيبه قلبي والفنانه الكبيره جدا الفنانه سوسن بدر، حبيبه قلبي منوره يا سوسو. وطبعا الدكتوره غاده جبار طبعا رئيسه اكاديميتنا، اهلا بيكي. والدكتوره نيلين الكيلاني، شكرا على تشريفك لينا، طبعا وزيره الثقافه السابقه، انا برحب بيكم جدا وبحبكم قوي، مبسوطه ان انتم معانا النهارده. طبعا رئيس المهرجان دكتور اسامه و زياد، اسفه برحب بحضرتك جدا. أمير أباظة دايما منورنا، طبعا رئيس مهرجان اسكندرية، كل الأساتذة الموجودين وكل من ينتمي لهذه الأكاديمية وينتمي للفن، أنا برحب بيهم. المهرجان أنا سعيدة بيه قوي، لأن لما بنعمل مهرجان للأفلام القصيرة، الأفلام القصيرة هي اللي بنكتشف من خلالها كل المواهب الجديدة، واللي بتطلع فعلا جيل جديد من الشباب، يعني ان شاء الله يخلي بكره بالنسبه لنا اجمل واحلى واقوى، بتقديم فن راقي محترم يحترم عقول الناس، يحترم مشاعرهم وبيمتعهم في نفس الوقت، لان هي دي المعادله الصعبه فعلا في السينما، ان احنا نقدر نقدم عمل فني عالي جدا ما يتقالش عليه انه ده فيلم للمهرجانات فقط، لكن ايضا ازاي يبقى فيه متعه مشاهده للجمهور، ان احنا يهمنا افلامنا توصل للناس كلها وتوصل للجمهور مش في مصر بس ولكن جمهورنا في الوطن العربي كله. بتمنى لكل المشاركين التوفيق، والحقيقه سعيده بالاقبال على المهرجان لانه تقدم عدد كبير جدا جدا من الافلام، وتم الفلتره لهذه الافلام من خلال لجنه تعبت اكيد جدا في الشغل. طبعا استاذ قادر الحجار هيكلمكم عن الحاجات دي لانه هم عملوا مجهود كبير قوي لاختيار الافلام، فانا بتوقع انها كلها افلام على مستوى عالي جدا. اتمنى ان الجمهور يبتدي يهتم ويشوف هذه الافلام، اتمنى ان القنوات تقبل على هذه الافلام وتشتريها، لان بيبقى فيها كفاءات عاليه جدا جدا. فان شاء الله نشوف افلام جميله ومحترمه، ونشجع كل الشباب الجداد اللي بيقدموا لنا افلامهم، وهم دول امل المستقبل بكره، هم دول اللي هيكونوا مخرجينا الكبار. وياما اكتشفنا مخرجين وخدوا فرص اولى قويه جدا من خلال الافلام القصيره. انا افتكر المخرجه الكبيره كامله ابو ذكري، صديقتي وحبيبتي، شفتها في احد المهرجانات، ومروان حامد طبعا، بس انا فاكره كامله شفت لها، كان فيلم انا فاكراه لغايه دلوقتي ده من سنين طويله، اسمه قطار الساعه 6، وكلنا انبهرنا بالمستوى اللي هي مقدماه، يعني كشابه جديده. مروان حامد طبعا استاذ كبير، ويعني كتير من مخرجينا كانت بداياتهم في الافلام القصيره واكتشفوا من خلالها وقدموا بعد كده افلام عظيمه ترفع اسم السينما المصريه واسم مصر. فبتمنى للجميع التوفيق وبرحب بيكم جميعا، شكرا.